أنه قال إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه. ما هو منهج ابن عباس في التدريس؟ لا يكتب العلم ولا يجعل أحد يكتب من ورائه. طيب شو يعني شو منهجه؟ التركيز على الحفظ فقط. حفظ الذي يجلس يحفظ، ما بتحفظ ترجعش تلزمناش. وهكذا كان الإمام البخاري، كان إذا جلس في مجلس شيخه لا يكتب، فقال له الطلبة لا تكتب، فقال أنا أحفظ كل ما يقول الشيخ، فإذا رجعت إلى بيتي كتبت. فقالوا إذن سمع لنا أملي علينا ما سمعت من الشيخ، هم كاتبين. قال فجعلنا نصحح ما كتبنا من حفظه. انت زي البخاري هي قاعد، لا انت كاتب ولا انت حافظ، حيرت معك يا رجل، انت بدك تصير طالب علم نازل تقول لي وقت، ما هيك معطل. وين الكتب؟ الدرس الجاي بدك تعرف على الاقل 100 كتاب، وكل كتاب عن ايش بيحكي ومتى تستخدم يا سيدي؟ 10 مية علاقة، بس انت في السالب، عبين ما تصل للصفر بدنا نمشي معك 10 كتب. والله انا خايف بعد 10 سنين ما تعرف العشر كتب. اسأل نفسك يا طب انت طالب علم ولا تضحك على حالك؟ رايح جاي على الدروس وبتهز لي في راس وانت لا تحصل شيئا. هذا منهج ابن عباس. رقم 46300. عن ابي مالك الاشجعي عن سليم بن اسود المحاربي قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابه العلم. اذا ابن مسعود هذا منهج ايضا، ينبغي لك في مجلس ابن مسعود ان تحفظ ما في كتابه. ليش؟ لكي لا تتكئ. طب لما ابن مسعود يشدد عليه في هذا؟ ما هو السبب؟ حتى لا يعتمدوا على الكتابة ويعتمدوا على الحفظ. لما؟ كان قال لهم اكتبوا واحفظوا في البيت. استنى شوية يا زلمة. منع التسويف. لأن العرب كان يضرب بهم المثل في الحفظ. كان يضرب بهم المثل في الحفظ. اسمك عربي انت؟ والله عربي بالاسم احنا. والله صرنا نستحي من العاجم. احنا العرب اهل الحفظ، بطلنا نحفظ. فكان العربي يضرب به المثل في الحفظ. حتى قال احدهم ما سمعت بيت شعر ونسيته. وكان يقول أحدهم إني لا أمر فأسمع المعازف فأخشى أن أسمع شيئا فإذا سمعته لم أنسه إلى مماتي. عندهم آليات، عندهم آلة، آلة إيش؟ الحفظ. فكان التجديد عليهم حركوا الآلة التي عندكم الحفظ. أما لو أجوا في زماننا كان قال لك مشان اللي خلقك اكتب وروع الدار احفظ، راح تقول له بشوف بشوف ان شاء الله. ما حول ولا قوة الا بالله.